الله عليك هالكبدة، الله عليك هالكبدة، قلبي طيب الحبيبة ولا زني شي. سقلي اللطمة. الله يا ربي. ها بعطيك الصحة واعرة. اشطابت الغنادة. لا ما عنديني الدرابجي، الدرابجي واحد ضرب هذا تبني اللق وسط الفرن. شين أحرك كان عندي؟ شين أقول شين هذاك؟ أحرك يلا صافي يوم الجمعة. السلام عليكم مشاهدين ديالنا العزازين على قلبنا، كيف انتم مزيانين؟ الامور ديالكم هانيه؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو ناقصكم حتى شي خير ان شاء الله. المهم تبعوا معنا الفيديو ديالنا والروتين ديالنا هذا الصباح، غنبدا معكم الروتين من الصباح حتى للعشيه ان شاء الله. الروتين مطرطق مطرطق. السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. ما تنساوش جيم وكومونتر محفزه باش دائما اخوكم عبد واختكم سلمى يزيدوا القدام ان شاء الله يا ربي. فتحيه الجاليه المغربيه ديالنا المقيمه في العالم، كنحييكم من هنا. ودائما كيجينا ديك الطلبه سلمى، ديك الناس بزاف ديال الناس ما كيولدوشي والله العظيم. الله يرزقكم يا ربي كاملكم. الله هذه الدعوه كنقولوها لجميع الناس، جميع اللي يخلي شي وحيد بلا ولاد وبلا تجربه وبلا عاده بدل عواول. ليه لي خليكم اخوتي بلا حتى شي حاجه، دقوا كاملكم الحق ديالكم. المتابعين ديالنا كاملين، كاين متابعين من تطوان من طنجة مساكين كيقولنا دعوا معنا، وحتى المشاهدين ديالنا كنقولوا لهم دعوا معايا الله يجازيكم بالخير. راه الناس محرومه من الوليدات، ليه لا يحرم شي واحد؟ الله يرزقنا ويرزقكم جميعا وحتى انتم. والله وشكرا لكم بزاف. يرزق كل واحد اللي في النيه ديالو، سواء العواول سواء الدار سواء الفلوس طوموبيل اي حاجه، العمل اللي عنده شي حلم ربي يحققه له في هذه الايامات وفي هذه العواشر وفي هذا الدخول ان شاء الله د العيد الكبير. شهر العيد الكبير. المهم اخوتي هذا هما الشغل ديالنا والعمل ديالنا، الطريقه ديالنا كنشارك معكم هادشي. هذا ما كنجيبوش شي حاجه اللي هي غريبه، شي حاجه اللي متناول الجميع، تناول المشاهدين ديالنا. يمكن اي واحد الاسره مغربيه تفرج معها مع ولادها مع كل شيء، مع الحباب ديالها مع كل شيء، مع كل شيء ما تحشمش. دابا ان شاء الله غنربط معكم شي تويمه ديالي اللي كنت تسقسوا عليها واش طابت، وغنعمل واحد هذا جا الوقت ديالو. دابا هذا الفم ديالي تكرفص تكرفص تكرفص. فصيت عليها انا، فصيت عليها بزاف انا مش انت. يا عبدي كيف الراجل لاطي يحمي في الفرن ثلاث مرات طيح لها غلفه الفرن. ها التومه ديالنا ها هي قلعناها. الوالده خدامه ضربت الوالده. كي دايره؟ هاتي مع المشاهدين ديالك، هلا عطي شي تحيه للمشاهدين ديالك. المشاهدين ديالي مرحبا بهم من دوقه معي. هنطيهم كتب الله ديالي الزياره ديالي. ها انت شانقي وحنايا في الجبل، الحاجه طبيعيه نطيو على يدنا ونفرق. دابا شنو هي المدا ضربات؟ دابا الربطه. هاكي الربطه ونقيها في القيله. هاي في القيله فيني؟ راها مرفوعة. ما شفتهاش انا، هاي شفت الطريقه كيف شنو هي؟ هذا قاعد معروف. ربطوها بهذه الطريقه ها، حيتها باش ما تتهراش. الناس يقولوا لك دعي معنا يولدوا هكا ودوا الرياض الصالحه. قول لهم مرحبا بكم، دعي معاهم الله تعالى يفرحها. امين. ودي الوالده الله يعطيها مشي رزيق من الصلب ديالها. امين يفرحهم. امين الرحم ديالهم عند الله. امين يا رب العالمين. هذا ما نطلبوا للمساكين، الله يفرح كل واحد. اللهم امين يا رب العالمين. الله يفرحهم الله يفرحهم. امين امين الله يفرحهم. احنا لحالنا ولا لي نشتغلوا الله يفرحهم. هيا كل واحد ولا يشتغل. هيا كل واحد كما جابوا لنا ري ديالو خبزه ديالو. انا بدي ما نشتغل. ها تشوفوني يا شباب الكاميرا ضروري نصور باش هذا باش نعطيكم الصوره، نعطيكم الصوره مزيانه، نعطيكم التصوير مزيان. هي اللي عطين. واخا ما بسم الله. بس 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 بس
ليش هالقلب بس 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 تسقط. هي خلت الزرع الحبيبة، خلت الزرع ديك النهار عجنت الزرع تعديل سيتي ما شاركتيش، سيتي ما شاركتيش الطحين من الاول ياه. ديك انا كنت نعيس وانا تصبر بحدي. ديك المتابعه ديالنا من الجزائر، تحيه لخواتنا الجزائريين اللي كيشاهدون. مره اخرى ان شاء الله يا ربي غادي نشارككم ان شاء الله يا ربي من البدايه للنهايه. عرفتي شنو غنقرا بنرمي ليك الخبزه بلا ما نيرلم. علاش؟ علاش؟ سخون. صافي زيد شي حاجه، المهم عيننا ميزان. ونيشان نيشان تبعين ما قدم السيار هذا باش كنقولوا له الفورم. هذا كنقولوا له اسين اسين. ها متوهله الفروج قال في الفورم هو هذا ترى هذا يتوكل الفران فورم هذا الجبل. ايوا شنو ترى هذا ها نسجكو نحاول نلزق على خاطرو تاع الملكيه درجات الفرن شويه ماشي هذا نقص خليها يدا في البرغيطاج ونبدا نلف نجيبو من هنا ونلفو هنا ونعملو الفرن باش تجي صحيح هذيك وزيد مع التبنه ولا ضروري شويه الغبره زيدو شي نص طيله باش يبقبق يلا هز بسم الله دخل الداخل ما يبقى الخبزه هي خطره عرفتي ولا هذا راه بعدا 10 ايام نشرب شي الخبز كثار ها كثار شي 15 يوم كنا بحديتنا خويا في الفريكو هذا راه يدا في الراطيل انا نشوف شحال قيد هذا هذه انت هنا من داخل الفرن تتوقر ايوا قرو هذه وشيني صافي وينزلوها كما هي صح الدهن مزيان باش ما نشقلقش هذه ما تشيني كنت شريت انايا وما واحد الطاجين اش الديابه زدت قلت فيها لهم مشيت بدلتها بهذه تبع انا دهنتها مزيان بقى سخونه بزاف خليها توقر خليها توقر باش تجيب الرغيفه مزيان هذيك ما نطيوها لك على حدي تبع السليفه ديالي شتيت و الى لقيناها هنا عاد احترق هذاك الجفيل فرنو ها تبع على كادو لويها على السالوفه ها على كادو نقول لها جبت لك واحد الكادو خاطر والتمر نخلوها للزريعه شحال طورتو من تسمي بليلة نجمة ضياني الماط سيدي على خير عوض مغني وانت كل عوض غني هذاك هذا الغنى شرقي تعرفه غنى شرقي ها؟ سعد مجرد اللي سعد تعرف غنى شرقي معرفش يا شيخ صح تقولوا له شعبي راسي وما كاش خلي وباقي ايوا ايوا ايه وانا غني هذاك تقولوا له هذا الغنى تقولوا له عود العصري ما يكون عندك المرا صغيره غني لها ايضا وي هي خصها غني لها الرومانسيه غني لها الرومانسيه غني رومانسية 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 فرماسية رومانسية تشوفي ربيع فرماسية فرماسية رومانسية ارسمني بليلة نتا زاد شمال ديما زاد شمال دور علم الله تيعطي هذي اللي كيقي عبد الوحيد هنا هذي شو الراس ديالها غليظ خليوه للزري هذا مريم ما كنقلوش هل هذا باش شفتوش هذه الرقوقه هكا هذه خرج الزريع الرقوقه ديالو كبيره فرا مريم تنقول لها هذيك الشمير بحال هكا وجهها اه انا جاني الجوع جبرتني حاني ناكل خبز فما لازم نعود الافطار انت عارفه اللي كاين جبرتوشي تعطل هذه الساره باش ما يكون في الغرفه ما عملي تشوف الغرفه ما هو ما بقاش هو كان هو كان هو كان هو كان هو كان هو كان هو كان
بحال هذا مشان مرضيه يا الحبيبه وربي يحفظك. مشي لتعرف مريم عيت بالصخرة الصباح. الله لا عطيتناها بالله رقيوقة هذا رقيوقة رقيوقة إبها فيها باش هذوك لسه التمرة مزريعة لقينا بالروس هي مشاء وطول أنا عندي التومات ثم مانعة ثم بالفرون هذه التومات سعد المشاهدين ديالنا أصلوا معها مرحبا بها أصلوا معها بيستاهلوا اللي قريب علينا مرحبا به يتعشى منا واللي بعيد علينا يسمحنا يسمحنا لكن توحم شي واحدة على التومة عسمحنا يا الله لكن توحم نصبوها لما يصال كيف سرطان بلوتوت أي تصيفه أتصيفه طبعا الأمانة يا أزول من رقم ريال الله وقول لنا سامحة قلبي طيب لازم نشيل الله عليك هالكبيدة قلبي طيب الحبيبة ولازم نشيل قلبي طيب يا ربي ما ولا تبكيشي ومن نبكي وغارب دليل الله عليك لا تبكيشي قلبي طيب عبد الواحد لازم نشيل الله عليك يا ربي ما ولا تبكيشي الله عليك يا ربي ما ومشيتي يا لحلينا مشيتي يا الحبيبة وخليتني ما ولا تبكيشي يا ربي ما ولا تمشيشي الله عليك راك تزيد جبت ملي في التليفون ما قيدت انت فايده القدر عندي هنا شويه د الطاهيه شطات من البارح فيه غنسخنوها باش النهار د الحمي شويه الكام داير كلامر عاقله وانا فين تلقى هل الكلام لا باقي باقي تجبتوشي مالا كتب تينا يلا جيب لي الحبيبة مريم الكراسي جيبها الغالية ديالي مرحبا بكم المشاهدين ديالنا تغداو معنا دائما كنقول لكم مرحبا بكم وشي واحدة إذا كانت شي واحدة كتوحم غير اسمح لنا اختي الله يرحم والدي الله يجازيك بالخير مريم نسيت هدايا نسيت شقيت البطاطا ديالي يا ايوا البطاطا وصال البطاطا عارفه مع داك كلشي ماشي كامل مريضه هدر تاعها من البطاطا مسلوقه انه تمساح كبير يفترس لا يستنى احد تقنطكن اجي خالتي تغدى اجي واه خالتي اجي تغدى ورجع هدار دابا ها انا من بعد ما تزكتو كنجيبو كنشبرو كنعملو هكا دار معوضه قلب عملو هكا قلنا نعملو هكا هيدا ما نقولو حنا بالجبليه ديالنا هادي من الداخل ولا هادي قطعه تحيه الناس الداخل نجيب هذا يا هيت هذا الغاز ها هو شوف الغاز هذا ها هو رجع بحال الزبده ونشبر عليه هذا السين يقولوا له سين يشبروا هيدا وكنزيد له شويه ديال الغراض التبن على الغراض التبن هي هذه ها خصها تكون غبره مزيونه هذه دابا عندي راه طبعني كنلقص هذا هو التلفاز ها عندك هيدا ديك السين والغراض التبن نجيب شويه ديال الماء ايوا صراحه هذا السين هو اللي مزيان بزاف هذا اي صحه كثر من الغبره الحق لما كاينش كيكون عندنا الغبره دابا خالتي جابت لي
واش دابا هاد المعايدين تزيين ساقلي اللطمي اصور صح احنا كي بونت الصور ها حيدو في حيدو تصطلع لي شحال دابا من لطمتها وقيله من لطمتها لي اختي كنا لطمنا حنا رانا طمتانا انا وانتينا كنا لطمنا الفريق انا مشيت جبت الترامي ولطمتها بيدي ووراكم والله ما نعرف شكون عرف فوقاش الطمان المهم حنا لطمنا روح المره انا وسلمى ما عرفناش لا التراب عادي الحق الا التراب عادي وكطاح داغيه ما بقاش داغيه هشاش بالنار هذه هذا المسالة دخلتي كشوقي هاد لفظو هادي هاو عندك وصافي يا صبار هادا بحال حدي صافي هادي هي الطريقة حيدة حيدة الطريقة هادي ها تنكملو ونوريها ان شاء الله نوريها الملفة ديالي هاد الوقت هذا يجيبها تمارة هي في مني شي حاجة تبان هذا ما قتلوش ياسر قتلو غير الغبرة تبان وصافي خليها يداي تي ارمي لي شرمي لي تخبق لك ضحك عليا يا ضحك ضحك عليا ضحك عليا انا شنو نقي دابا انتي ناوي عندك ديك ديك كذا نقع عليك ودا لي نقع عليك ليه انا في المدرسه نديها هنا وصف على شويه د النوم خليه هنا اجي وري لهم هذا الفورمه هاو تلك سرتح هالسيني ديك قبوش الكانون شو هالسيني ما يبقيها ما يبقاش يبان لك الخوز العبار ديالها باش ما يبقى الخوز ما دبرتش بالحق هذيك شويه خليها هكذا شتاف شو كارلا مكا كا كا المهم المشاهدين ديالنا نتمنى من الله يعجبكم فيديو ديال اليوم والسلام عليكم ما تنساوناش البصيمه ديالكم واللايك والتعليق محفزه لينا السلام عليكم